مركز حرامون والفروع التابعه له ومنها صالون الجولان مركز توجه وطني عام مستقل عن اي توجه حزبي. يهتم بالابحاث والدراسات بكل ما يتعلق بسوريا والمناطق المحيطه بها. ومن اهم اهدافه فتح باب الحوار على اوسع نطاق بين السوريين على اختلاف توجهاتهم حول قضايا عينيه واقعيه تهم حاضرهم ومستقبلهم. ومن القضايا المهمه هذه الايام ما تمر به بلدنا سوريا بكل مناطقها من ازمات تطارد حياه سكانها سواء داخل سوريا او في الجولان المحتل، وهي قضيه الهويه. في ظل وضع تهيئ فيه الاجواء لانتعاش هويات فرعيه تنغلب فيها كل مجموعه على نفسها مقابل المجموعات الاخرى، وتغرق في صراعات ثانويه تساعد على تفكيك البلد. عاشت سوريا والمنطقه العربيه عموما تحت السيطره العثمانيه ضمن هويات فرعيه محليه، دينيه، طائفيه، اقليميه واثنيه. اعتمد عليها العثمانيون وسيله لفرض هيمنتهم على السكان من خلال دعم خلافاتها وصراعاتها مع بعض. فشلت المحاولة الأولى لتشكيل هوية جامعة لبلاد الشام ثم لسوريا مع ملكية فيصل عام 1920، وخضعت المنطقة لانتدابين الإنجليزي والفرنسي، حيث قسم الفرنسيون سوريا إلى عدة دويلات اعتمادا على الهويات المحلية لكل منطقة طائفية أو عشائرية. مع الاستقلال وقيام الجمهورية السورية تمت محاولة بناء كيان جامع للبلد، لكنها فشلت بسبب تخلف البنى الاجتماعية واستغلال الفئات المسيطرة لدورها لبناء هوية تناسب مصالحها وبقائها على رأس الهرم وإهمال مصالح بقية الشعب. وهذا ما أدى في النهاية لهبة شعبية طالب الناس فيها بحريتهم وكرامتهم، وكان أول شعاراتهم الشعب السوري واحد. الشعب السوري واحد. فكانت أسهل وسيلة للقضاء عليها إنعاش ودعم الهويات القديمة تحت عنوان صراع سني شيعي أعاد سوريا والمنطقة للمستنقع من جديد. مع تدوير الأزمة السورية التي أدت لإضعاف في الجولان المحتل مع تهجير غالبية السكان وبقاء عدة قرى مع سكانها، سعت سلطات الاحتلال لفرض سياستها التي تبعتها مع العرب. دعم وتشجيع الهويات الاجتماعية الضيقة للسكان، سنة، دروز، علويين، مسيحيين، شراكس، بدو إلى آخره، لعزل كل مجموعة عن محيطها وعن شخصيتها الوطنية. تبنت سياسة تدريس السكان وسلخهم عن محيطهم العربي والسوري. بلغت محاولة أقصاها مع محاولة فرض بطاقة الجنسية الإسرائيلية على السكان بالقوة، والتي فشلت مع الإضراب عام 1982. مع تدوير الأزمة السورية التي أدت إلى إضعاف البلد ومحاولة تنهيه، يتم اللجوء لنفس الهدف مجددا. بناء هوية طائفية تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد وجو الإحباط والتشاؤم من الوضع السوري والعربي، لخلقة الناس في إطار مذهبي يركزون فيه على حياتهم الخاصة وشؤونهم كمجموعة بمعزل عن أي انتماءات عامة تربطهم بوطنهم. هدفها بناء هوية للسكان تحت الاحتلال تلائم محتليهم وتدمجهم فيه بغض النظر عن تطلعاتهم وطموحهم لبناء مستقبل يحمي وجودهم وشخصيتهم الوطنية. أسئلة كثيرة تطرح وتحديات علينا هذه الأيام، منها ما العلاقة بين الدولة والانتماءات الخاصة للمجموعات التي تعيش فيها، سواء كانت دولة محتلة أو دولة وطنية. هل تتناقض هويتي كعربي سوري مع انتمائي لطائفة أو دين أو قومية؟ هل الهوية معطى ثابت أزلي أو متطور يتلائم مع الواقع؟
هل تهمنا المصالح الفردية والآلية على حساب مصالحنا العامة ومستقبلنا؟ هل نستطيع الجمع بين المصالح العامة ومستقبل أجيالنا؟ ما هو البديل المطروح أمام شبابنا؟ هوية الماضي، الحاضر أم المستقبل؟ تحديات متعددة تواجهنا في هذا الظرف العصيب الذي نمر وتمر به سوريا، نأمل أن تساهم هذه الندوة في الحراك الذي يحاول رسم تصور لمستقبلنا. نأمل أن يكون الصالون ملتقى للحوار والنقاش، وهو مفتوح لكل من يهمه أمر مجتمعي الصغير في الجولان أو الكبير مع أهلنا من عرب فلسطين الذين تجمعنا بنا المعاناة وطموحات مشتركة. نرحب بالجميع محليين وضيوف الذين سيشاركوننا آراءهم وتجربتهم.